الذين يعملون مع السلطة يجب أن نقاتلهم جميعا، عسكريين، مدنيين، علماء، جاهلين. والله العظيم لنسلمنهم بمفارم اللحم ونطعم طعام لحمهم للكلى. إنني أنادي الجميع هنا إلى أن ينضموا إلى الجيش السوري الحر، وها هم ولله الحمد عقد وعمد ورتب كبيرة عسكرية ينضمون إلى الجهاد في سبيل الله. إنني أنادي كل حر في سوريا إلى أن يخرج على هذا النظام الفاجر. ويكون معكم وأموالنا معكم وسلاحنا بإذن الله سوف يكون قريبا معكم. يا صاحب الفضيلة، يا شيخ الأزهر، يا صاحب الفضيلة، يا شيخنا القرضاوي، يا من وقفتم تخطبون وتصدرون فتاوى بقتل ثلث الشعب السوري، هذا ولدي قد انتقل إلى رحاب الله. يا رب دماؤنا تجأر بين يديك، لمن أفتى بقتلنا، لمن جرأ الناس على قتل شعب سوريا، لمن أرسل السلاح إلى سوريا، لمن دفع المال إلى سوريا. قل لهم يا أخي يا أبا الوليد، يا خالد مشعل، قل للعرب من احتضنك في سوريا، قل لحماس من احتضنكم في سوريا، قل لأهل غزة من بكى دماء عليكم في سوريا.